من البدايه الشناوي، ياسر ابراهيم، عبد المنعم، احمد فتوح، عمر كمال في نص الملعب، مروان عطيه، ويلعب جنبه حمدي فتحي واخد بالك، ويجي صلاح قدامهم، زيزو، تريزيجيه، كهربا. تمام. ليه بقى؟ ماشي. بالذات ده الماتش بتاع النهارده. تمام. عشان انا لسه هسالك على الماتش الجاي. انا ماتش انا ماليش دعوه، كل ماتش ولور رجالته. انا النهارده لازم اكسب واعمل اداء عشان ادي رسائل للفرق، للمنتخبات كلها اللي موجوده في البطوله. واخد بالك؟ اخلي دايما عندي اللعيبه اللي عندها حلول.